السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وهذا مجلس جديد من مجالس هداية المسترشدين لإمامنا الحارث المحاسبي المتوفى سنة 43 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند الصفحة 75، صفحة 75، نعم. نعم، قال الإمام رحمه الله: قال أبو ذر رضي الله عنه: اعمل كأنك ترى، وعد نفسك في الموتى، واعلم أن الشر لا ينسى والخير لا يفنى، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، وإياك ودعوة المظلوم. هذا الكلام العظيم تحدثنا عنه في المجلس السابق، وقوله قليلا يغنيك واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك، هذا شبيه، نعم، هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي أنه قال لثعلبة عندما سأله الغنى فقال: قليل يكفيك خير من كثير يطيك. ولكن المحققين من علمائنا على أن هذا الأثر لا يصح، لأن ثعلبة شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، فإذا هذا القول الراجح أنه غير صحيح. إنما الآية لم تحدد الشخص، ومنهم من قال ثعلبة آخر بخلاف ثعلبة الذي شهد بدرا. المهم الخلاصة لن نختلف في الحادثة، إنما مسألة الشخص لا داعي لتحديد نقول ثعلبة لأنه شهد بدرا رضي الله. نعم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده بما كانوا يكذبون. وإياك ودعوة المظلوم. هنا علق المحقق قائلا، قال حسن البصري رضي الله عنه: إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه 10 أبواب. وقال التابعي الجليل وقتاده: ما كثرت النعم على قوم إلا كثر أعداؤها. رواه الإمام أحمد في العلل. قال الإمام ناس: ثم رم جهازك وافرغ من زادك. رم جهازك أي أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك، وافرغ من زادك أي أنجز إعداد ما تتزود به لآخرتك. صلح الأمور، رتب الأحوال، وأنجز ما ينفعك في الآخرة. لماذا؟ لأنك مسافر، والسفر طويل كما قال علي رضي الله عنه. وكن وصي نفسك، تخليش حد هو اللي يتحكم فيك، هو اللي يوصيك ويقول لك أنا وصيك، أنا الملزم بتصحيح أمورك، قل ولا تقل، افعل ولا تفعل. لا 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 لا، لأن النفس لا تحب هذا حقيقة. نفس البشرية لا تحب من يقول لها افعلي كذا ولا تفعلي كذا من البشر، اللهم إلا إن كان الخالق سبحانه وتعالى. فكان الخالق فعلى بكل ترحيب، النفس المطمئنة طبعا، النفس التي ترضى بحكم الله وقضائه. وكن وصي نفسك، فلما أنت تجعل الحاكم عليك والقاضي عليك هو نفسك التي بين جنبيك،
فأمسك بكل خير. لماذا؟ لأنها إن كانت مطمئنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. ففي يوجد واعظ إن شاء الله، يوجد واعظ داخلي كما في الحديث: واعظ الله في قلبي المؤمن، موجود واعظ داخلي، ويوجد حكيم داخلي، ويوجد منبه داخلي. فإذا استعنت بالله سبحانه وتعالى استفدت من هذه الإمكانيات والقدرات الإلهية التي منحك إياها، تعرف تستطيع أن تميز الحلال من الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: ولا تجعل الرجال أوصياءك وأعقل أمرك. يا سلام، جاء في نهج البلاغة منسوبا إلى سيدنا علي رضي الله عنه: يا ابن آدم، كن وصي نفسك في مالك، وعمل فيه ما تؤثر، أي ما تحب أن يعمل فيه من بعدك. وجاء هذا في كلام التابعي الجليل ربيع بن خثيم من تلميذ عبد الله بن مسعود، كما في كتاب الزهد الإمام أحمد: كن وصي نفسك وعقل أمرك وتيقظ من سنتك. سنة يعني الغفلة، النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إغفاء قليلة ولا نوم. تيقظ، وعي تام. لعلنا ذكرنا هذا من قبل. الآن خبراء التنمية اليوم يقولون إن إصلاح النفس وأقصر الطرق للوصول إلى السعادة أن تكون في يقظة تامة، أن تكون في وعي تام، أن تكون مدركا لكل من حولك وما حولك. لماذا؟ حتى تستمتع بما حولك ومن حولك. استمتع، ذكرت هذا من قبل مرارا وتكرارا، أننا نلاحظ وننظر في الصور والذكريات ونشعر بشعور لذيذ جميل جدا. لماذا؟ لأننا استشعرنا ما فيها من ألوان ومناظر، وعي لما فيها، رغم أننا عندما كنا فيها لم نستشعر هذا الشعور الجميل وتلك السعادة الغامرة، لأننا فصلنا أنفسنا. كيف فصلنا أنفسنا؟ فصلنا أنفسنا بشيئين: إما التفكير في المستقبل المجهول بما فيه من الايه، من المخاوف والاخطار، او التفكير في الماضي بما فيه من احزان والام وشدائد، فطغى التفكير في الماضي والتفكير في المستقبل على واقعنا الجميل. لماذا؟ عيش اللحظة، كن ابن يومك، ولا تنشغل بأمسك ولا بغدك. نعم، هذه حكمة ندونها الآن: كن ابن يومك ولا تنشغل بيومك ولا بغدك. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. بنشوف تغدو خماصا وتروح بطانا. بنشوف بعض الناس يقع في أزمات كبيرة جدا. إيه السبب؟ إن هو بينظر للمستقبل ليؤمن المستقبل، يسرق، يختلس، يزني، يقع في الفواحش. ليه؟ عشان ايه؟ يقول لك المستقبل لذة عابرة، او عشان المستقبل. طيب وبعدين ماذا بعد؟ طب نفترض ان المستقبل ما جاش،
بعض الناس أيضا يقول أنا إن شاء الله في المستقبل إذا كمن الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا سأكون سعيدا. طيب افرض ما جاش، هتفضل تعيس لحد ما توصل هذا؟ كن سعيدا من الآن، كن ابن يومك، ولا تنشغل بإيه بأمسك ولا بغدك. كن ابن يومك ولا تنشغل بأمسك ولا بغدك. نعم. واعقل أمرك وتيقظ من سيناتك، فإنك في فرق بين السنة والسنة. السنة هي إيه؟ الإغفاء القليل من النوم، والسنة القحط، وهي السنة أيضا السنة الميلادية أو السنة الهجرية. فإنك مسؤول عن عمرك، لغة يعني صح أن تقول عمرك أو عمرك، الأفصح عمر، طال عليهم العمر كما في القرآن الكريم. قال أبو أمامة رضي الله عنه: لما قال ابن آدم عن ربه كان خيرا له من جهاده. واعلم أن من جعل همه الآخرة كفاه الله أمر دنياه. الله. كما ذكر في الحديث المروي: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله عليه ضيعته، أي كثر عليه معاشه ليشغله عن الآخرة، نسأل الله السلامة، وجعل فقره بين عينيه. كن معه أموال كثيرة جدا وأشرب فقر، أي جعله دائما يشهد نفسه فقيرا محروما، نسأل الله السلامة. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، بعض الروايات جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالرحمة والمودة. اللهم اجعلنا منه. الإمام السيوطي رحمه الله ذكر هذا الحديث في الجامع الصغير بنحو هذا اللفظ، وقال رواه الطبراني عن أبي الدرداء، وجاء في الأصلين جمع الله أمره دون لفظ له، وجاءت الجملة الأخيرة منه في الجامع الصغير بلفظ تفيد إليه بالمودة والرحمة، بالود والرحمة، بدل تنقد تفد من الوفادة أي تسرع. وجاء بعدها: وكان الله تعالى بكل خير إليه أسرع. قال شرح المناوي في فيض القدير: ضعفه المنذري. وقال الهيثامي في محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب، وكذا ذكره غيره انتهى كلام المناوي. قلت: فعلى هذا يكون الحديث في غاية الضعف والله أعلم، ولكن في صح من رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا مقسم له، ومن جعل الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. صح هذا في رواية أخرى. نعم. وفي رواية أخرى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة. ثم ذكر أيضا جمع الله له شمله وكذا إلى آخره. واحذر يا أخي المراء في القرآن، يعني المراء المراء، فلا تماري فيهم. الأصل في المراء هو المجادلة الأصل، إنما الامتراء هو الشك. هنا قال أي الشك فيه، أي في كونه كلام الله تعالى، أو المراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو المراد المجادلة في الآيات المتشابهة، لأن البعض يفسر المراء بأنه المجادلة والبعض يفسره بالشك. ولكن الراجح عندنا أن المراء هو فلا تماري مارا، يماري ممارا ومراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني الجدال. وأنا زعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نجمع في كلمة مكة كما هو ضمن.
رأي المجادلة في الآية المتشابهة، أو المراد بالمراء في القرآن التدارؤ فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا لتجادلوا به العلماء. التدارؤ فيه هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن، يدفع بعضه ببعض فيتطرق إليه قدح وطعن. ومن حق الناظر في القرآن الكريم أن يجتهد في التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن أشكال عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء فهمه وليكله إلى عالمه وهو الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى الإمام أحمد في المسند في مسند أبي هريرة عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، المراء في القرآن كفر. المراء الجدال طبعا لا شك، 3 مرات: فما عرفتم منه فأعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. أفاده العلامة المنوي رحمه الله تعالى في فيض القدير. قال: احذر يا أخي المراء في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا قال للصحابة: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يبقى مطلوب أن نألف بين القلوب، بين قلوب الناس بالقرآن، لا أن نجعلهم يختلفوا، لا أن نجعلهم يختلفون في الآيات القرآنية في كيفية تلاوتها ولا في فهمها ولا في العمل بها، إنما نجمعهم نألف. والتأليف لا يعني سهل، لا حاشا لله. قال: وإياك يا أخي المراء في القرآن والجدال في الدين. هذا لطف من الإمام، يا أخي، يخاطب تلميذه ومريده بالأخوة، وهذا هو المطلوب. قال: الجدال، وذلك مدح الإمام الحسن بن علي، مدح أحد الناس فقال له: إنما أنا رجل من المسلمين. يعني ايه معنى هذا؟ انما انا اخوك، ما انت مسلم وانا مسلم، كما قال يوسف لاخي: انما انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. والجدال في الدين، قال: الجدال المخاصمة والمغالبة، مأخوذ من قولك: جدلت، جدلت الحبل اجدله جدلا اذا احكمت فتلا. فكأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما بكلامه الآخر عن رأيه وقصده، لينصر رأي نفسه وهو مذموم إلا على وجه الإنصاف أو لإظهار الحق، ولكن ما أقله وأقل أهله اليوم. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الجدل، وجعله سببا يتحول به الناس من الهدى إلى الضلال. روى الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. نصارى، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وهنا الكلام عن المشرك العرب طبعا، هم الذين أتعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، عندما قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أو يصدون، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قالوا: كيف المسيح يعبد، نعم، ولا يعذب، ونحن آلهتنا تعبد وتعذب؟ طبعا هذه ممارة، ممارة ليه؟ لأن الآية نزلت في سورة الأنبياء، هي الآية التي يعترضون عليها: إنكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم. وهم يعلمون جيدا إن ما لغير العاقل، خلصت القصة، إنكم وما الأصنام، لم يقل ومن. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. وهو الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه هو الحاكم في المستدرك، وقال صحيح وأقره الذهبي. وهو الإمام أحمد في المسند عن مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع منه فالسند فيه انقطاع. شوف تحقيق العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان صادقا، أي محقا. وروى الترمذي بسند فيه ضعف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمر أخاك. وروى الترمذي أيضا وحسنه ابن ماجه عن أنس مرفوعا: من ترك المرأة وهو محق بني له قصر في وسط الجنة، انتهى.
وذلك طبعا سبب الحديث صحيح مضى معنا وهو بعض أهل السنة وهو صحيح، أنا زعيم لبيتي في روض الجنة لم أترك كلام حق، وذلك أن الجدال يولد النفرة والكراهة ويسبب الإيحاش بين المتحابين فضلا عن غيرهما، فلذا كان لتركه محق هذا الأجر الجسيم، فينبغي اجتنابه والبعد عنه. والكلام في التحديد المراد به ذكر الحد لله سبحانه لله تعالى سبحانه. نعم. وكن من الذين قالوا قال الله عز وجل فيهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني اجتنب التحديد اللي هو التشبيه، اجتنب هذا تمام. وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والزم الأدب وفارق الهوى والغضب واعمل في أسباب التيقظ. قال ذلك لأن مفاتن الدنيا براقة خلابة تجلب لك الغفلة عن عاقبتك وتنسيك ما أنت صائم إليه، فالعمل على تحصيل أسباب التيقظ لازم لك لسلامتك من دار الغرور. وما أصدق ما قاله ابن المقفع، هو يصور غفلة الإنسان عن آخرته يلهو ببوارق زيف الحياة فتصده عن سبيل قصده وغايته فيهلك وهو مخدوع بمفاتنها. قال في كتابه كليلة ودمنة قبل باب الأسد والثور، طبعا هو ترجمة في الأصل. التمست الإنسان مثلا فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين كان على سمائها. التمس الإنسان مثلا فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين كان على سمائها، أي على أعلى البئر، فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر فإذا حيات أربع قد أخرجن رؤوسهن من أحجارهن، ثم نظر فإذا في قعر البئر تنين هو نوع من الحيات كأكبر ما يكون منها طويل كالنخلة السحوق أحمر العينين مثل الدم واسع الفم يبتلع كثيرا من الحيوان في فمه أنياب مثل أسنة الرماح فاتح فاه منتظر له ليقع فيأخذه، فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما جرذان فأران كبيران أسود وأبيض وهما يقرضان الغصنين ذائبين لا يفتران. فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه إذ أبصر قريبا منه كوارة بيت النحل فيها عسل فذاق العسل فشغلته حلاوته وألهته لذاته عن الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه، ولم يذكر أن رجليه على حيات أربع لا يدري متى يقع عليهن، ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين، ومتى انقطع وقع على التنين، فلم يزل لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك انتهى. فيا عبد الله لا تغفل عن آخرتك سلمني الله وإياك من الغفلة. الله، مثال جميل جدا. نعم. والزم الأدب وفارق الهوى والغضب واعمل في أسباب التيقظ واتخذ الرفق حزبا والتأني صاحبا، عليك بالرفق. الرفق أيضا دي سياسة استراتيجية موجودة في التنمية البشرية، رفق رغبة والفاء الفرصة والقاف القدرة. تريد أن تنجح في أي مجال، حدد أنت بتحب مثلا مجال الفكر، مجال الفلسفة، مجال الصناعة، مجال السياحة، مجال التجارة، اكتب المجال الذي تحبه ثم شوف انظر إلى رغبتك فيه، هل تسترسل معه، هل تحبه بشغف ولا
هيوم وتتيم ولا مجرد إعجاب؟ الفرصة، شوف الفرصة المتاحة ليك مثلا لتعلم القرآن أو لهذا الإتقان في هذا المجال، ثم القدرة، انظر إلى قدرتك، هل تقدر فعلا أن تحقق نجاحا في هذا الأمر؟ بتبدأ توازن بينهم كلهم وبتعطي نفسك درجة، الحاجة اللي تجد ان هي درجة عالية مثلا كل واحد 10، الحاجة تلاقيها مثلا 29 من 30، 28 من 30، وحاجة تانية 15، وحاجة تانية 7، حاجة الحاجة اللي تلاقيها أعلى درجة هي اهتم بيها. رفق مهم جدا، سياسة رفق، استراتيجية رفق في التفوق. نعم، واتخذ الرفق حزبا، والتأني يا صاحبة، في التأني السلامة، في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. نعم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني ما يشبه هذا اللفظ، وقد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. التأني من الله، الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان، حديث صحيح أورده النووي في رياض الصالحين وهو صحيح. والتأني يا صاحب، سبحان الله، تلاحظ فعلا المتعجل يخطئ، يخاف. يعني انا شخصيا عندما اتعجل ايه اللي يحصل؟ بكون مسافر لمكان ولا حاجه، انسى، لا بد انسى شيء. انما لما اتأنى، انا اسافر مثلا في الصباح، يبقى محتاج لي قبلها بيومين اجهز، او قبلها بيوم في تجهيز السفر ده ممكن ياخد له ساعتين ثلاثه اربعه، حيث اخد ايه هطو ايه يعني. نعم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حبنا استاذ نور. فهكذا تكون الامور، ترتب أمورك تجد الحياة جميلة جدا. تأني، كنت في مرة مستعجل، إيه اللي حصل؟ أغلقت الباب ونسيت المفتاح في الداخل. اتفرج بقى، هات بقى شوف هتفتح الباب ازاي، مفتاح جوه. تأني، الإنسان لابد أن يكون متأني. تأني يا صاحبة، ليس معنى التأني إن أنت تكون كسولا، لا، يعني في فرق بين التأني والكسل. السرعة لها محلها، في سرعة مسؤولة كما قلنا خمسة. والتانية يا صاحبة، والسلامة كهفة، والفراغ غنيمة. الكهف اللي انت فيه سلامة، مش متهور، والفراغ غنيمة، والدنيا مطية، والآخرة منزلة. الدنيا هي مطية، دابة تركبها حتى توصلك للآخرة، اعمل حسابك على كده، ما تبقاش تتعلق بالأماكن والأشخاص وبهذه الحياة بكل من فيها وما فيها على أنك مخلد فيها أبدا أبدا أبدا. احذر من هذا. أتبنون ما لا تسكنون؟ أنت بتبني شيء أنت لا تسكنه. و يعني تعمر بيوتا لن تكون معك، إما أن تتركها أو تتركك، وتجمع مالا إما أن تتركه أو يتركك، نفس الحال. نبكي على الدنيا ومن معشر جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا، نفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. اتركها بقلبك، خذها بيدك بكل قوة، ولكن اتركها بقلبك، كما قال علي رضي الله عنه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا هو التوازن المطلوب. وفي الأثر، خيركم من جمع بين الدنيا والآخرة، ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا من ترك الآخرة للدنيا، ولكن من جمع بينهم. اجمع بين الدنيا والآخرة، هو ده المطلوب، جمع بينهم، خذها بقلب بيدك واتركها بقلبك. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للدنيا. بالنسبة للآخرة، خذها بقلبك وإيه، واسعى لها برجليك وبقلبك. السعي تسعى بالقلب في الأصل، كما قال ابن القيم، السعي إلى الله بالقلب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. ولهذا قال في يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فلا تسعي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا سعي. إلى رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي إلى الصلاة، فقال إذا أتيتم الصلاة فلا تتوا أنتم تسعون، وأتوا وأنتم تبشرون عليكم الطمأنينة، فما ضقتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والآخرة منزلة، اعمل حسابك ان المنزل الحقيقي هو الآخرة. نعم، كما قال المسيح عليه السلام، الدنيا
دار ممر والآخرة دار مقر، الدنيا قنطرة إلى الآخرة فاعبروها ولا تعمروها. ما شفناش واحد بيجي على قنطرة ويبني. احنا لسنا ضد ان انت تبني بيت او عمارة او عقار او تشتري سيارة، لا حاشا لله، بالعكس نحن معك فيها، انما لا تبنيها في قلبك، ابنها في الدنيا في ارض الواقع. ولذلك كان السلف يتأدبون، يعني كان بعضهم اذا كان عنده بيت او عقار او شيء كده ذا قيمة كان يسأل هل هذا ملكك؟ يقول لا، هو ملك الله في يدي، هو ملك الله في يدي، هذا ملك لله، ويعني استخلفني الله فيه، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لأنه يعلم أنه سيؤول إلى الورثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فأنت اليوم مورث، وغدا اليوم انت ايه؟ وارث، وغدا ستكون موروثا. اليوم انت وارث معاك حاجة كده، انما بعد كده لما انت تموت تبقى موروث، وبعد كده هو كمان هيبقى موروث، ده موروث ده موروث. انا نحن نرث الارض من عليها والينا يرجعون. فكل شيء يرجع الى الله سبحانه وتعالى، انا الى ربك رجع. ابن القيم رحمه الله يقول ايضا كلمة جميلة في هذا النسق، فيقول اذا ضاقت الدنيا، اذا ضاقت بك الدنيا واهلها، إذا ضاقت بك الدنيا بأسرها ولم يكن لك فيها منزل محبب، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هذا هو الوطن الأصلي، هو الآخرة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وقال حسن رضي الله عنه إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة. قال معلقا والآخرة منها منزلة، وقع في الأصلين من هلا، وهو تحريف عما أثبته. قال معلقا عن الحسن على قوله الحسن البصري، قال هو الحسن البصري التابعي والجليل سيد الزهاد والعباد في عصره، وهو الذي قيل فيه يشبه كلامه كلام الأنبياء رضي الله عنهم. وقال معلقا على قوله إن الله لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة. وقال الحسن أيضا رضي الله عنه فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. وذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه سأله وقال يا إمام متى الراحة؟ أنت نراك ما شاء الله بالنهار تدرس العلم، تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمع الحديث وتكتبها وتروي، هذه حياة الإمام أحمد بن حنبل، وبالليل نراك قائما لله تصلي تدعو. كان يصلي في اليوم على الأقل 350 ركعة، فإذا فطر يصلي 150 أو 200 إذا كان مريضا أو به مشكلة شيء يمنعه. متى الراحة يا إمام؟ ابن عبد الله هو إمام أيضا، متى الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة، عندما نضع أول قدم نقدمها في الجنة. هذا هو أيضا معنى لكلام إمام الحسن، إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة. ويقول الشاعر أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أو تسر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان مالك بن دينار تلميذ الحسن، وكان مالك بن دينار تلميذ الحسن يقول عرس المتقين يوم القيامة. نعم، من الحيلية لأبي نعيم في الدنيا يدفعون المهر، الثواب بقى والفرح بقى متى يقام؟ في الجنة، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم الجنة. قال واحذر مواطن الغفلة ومخاتل العدو وضربات الهوى وضراوة الشهوة وأماني النفس. إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد من أجل موعد الأخت، ونكمل في مجلسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.